بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنتحدث على الميتامورفيك روكس، وهي آخر نوع من أنواع الصخور. تحدثنا على السيدمنتري وتحدثنا على الإيجنياس. اليوم إن شاء الله الصخور المتحولة ميتامورفيك روكس. شنو يمكن المعلومات اللي نحصلها من الميتامورفيك روكس، أو شنو تقدر الميتامورفيك روكس تعطيني معلومات عليه؟ أول شيء نقدر نعرف هو شنو نوع التحول، لأن التحول له عدة أنواع. الصخر لما يتحول بعدة طرق، ومن خلال الصخر المتحول نقدر نعرف شنو هي الطريقة اللي تحول بها. أيضا نقدر نعرف معلومات عن درجة الحرارة والضغط اللي كانت سائدة وقت عملية التحول. أيضا نقدر نعرف العمق ودرجة التحول، لأن درجة التحول عند درجات. نقدر نعرف البيئة اللي كان فيها الصخر قبل عملية التحول. أيضا نعرف أنواع الاسترس الإجهاد اللي كانت مسيطرة في وقت التحول، إضافة إلى بعض المعلومات عن البليت موفمنت، حركة الألواح التكتونية والوضع التكتوني للمنطقة بشكل عام. ميتامورفيك روكس، ميتامورفيك مقصود بها تشينج فورم، تغير في الشكل. ميتامورفيك يعني تغير في الشكل، وهي أو نقول إن الصخور تتغير أو تتحول بواسطة عدة عوامل. إذا في تحول لابد يكون فيه عوامل هي اللي تسبب التحول. طبعا عندي ثلاث عوامل، 1، 2، 3. أول شيء high temperature، ثاني شيء عندي high pressure، ثالث شيء عندي chemical reaction، يعني حرارة عالية، ضغط عالي، وتفاعل كيميائي. الحرارة طبعا هي أهم عامل في التحول، هي من أهم العوامل، وهي تعطي الطاقة اللي تساعد في زيادة التفاعلات الكيميائية. أيضا الضغط له أهمية، الكيميكال التفاعلات الكيميائية اللي هي اللي تتسبب واسطة المحاليل المائية الحارة. على اليمين لنا عودة للروك سايكل ديجرام. طبعا نلاحظ ان الصخر المتحول ينتج من عملية تعرض لحرارة وضغط بدون ما يصل لمرحلة الانصهار، فيعطيني الصخر المتحول. حتى الإيجنياس روكس اذا تعرض لحرارة وضغط هيعطيني صخر متحول. الميتامورفيك روكس لو تعرض لعملية تجوية عالية هيعطيني رواسب. فعندي ثلاث تغيرات، إما يتعرض لذوبان كامل ويعطيني صهير، إما يتعرض لعملية تجوية تالية ويعطيني رواسب، أو إما الصخر الناري يتعرض لحرارة وضغط. الصخر الناري والصخر الرسوبي يتعرض لحرارة وضغط ويعطيني صخر متحول. نجي لمفهوم الميتامورفيزم. إيش هو الميتامورفيزم؟ يعني بالعربي التحول. الميتامورفيزم مقصود به the transition of one rock into another، عملية تحول صخر إلى صخر آخر. نتيجة ليش؟ نتيجة للتغير في الظروف اللي كانت سائدة، على عكس الظروف اللي كانت اللي تكون فيها الصخر أو اللي كان موجود فيها الصخر الأصلي. يعني عملية تحول صخر إلى صخر آخر نتيجة لتغير في الظروف أو البيئة، عكس البيئة اللي كان موجود فيها الصخر الأساس أو الصخر الأصلي قبل ما يصير عملية التحول. طبعا استجابة لهذه الظروف، الصخر اللي هي عوامل التحول أو التغيرات في البيئة اللي صارت، الصخر حيبدأ تدريجيا يتغير حتى يصل إلى مرحلة التوازن أو الاتزان في إيش، في البيئة الجديدة اللي تغير لها أو البيئة الجديدة اللي جدت عليه. التحول يغير في إيش؟ يغير في التركيبة المعدنية والنسيج والتركيب الكيميائي للصخر. إذن تحول change the rock is mineralogy، هذا رقم 1، textures رقم 2، والchemical composition هي رقم 3. طبعا التحول progress incrementally from low grade to high grade، يعني المقصود بأن التحول، يعني كيف ما قلنا أن التحول له درجات، فالتحول ما يصيرش مباشرة من، أو خلينا نقول إن التحول يتدرج بشكل تدريجي من تحول
تحول منخفض في التصنيف إلى تحول أعلى في التصنيف، يعني في تحول منخفض، في تحول متوسط، في تحول شو عالي. طبعا أثناء عملية التحول لابد أن الصخر يكون بالكامل في حالة صلبة، يعني ما يكونش وصل لمرحلة الانصهار. إذا وصل لمرحلة الانصهار فمش هيعطيني صخر متحول، هيجي صهير لغاية ما يتبلور يعطيني بعدها صخر ناري. فمن شروط التحول أن الصخر لابد يكون في حالته الصلبة، لابد الصخر يبقى في حالته الصلبة. طبعا الميتامورفيك روكس are produced from a parent rock or protolite، وهذا معروف من الروك سايكل، يا اما ينتج من ايجنس روكس او من سلمت روكس او حتى من ميتامورفيك روكس. التغيرات اللي تنتج بواسطة الحرارة او اللي تسببها الحرارة، حرارة تسبب في عملية الكريستاليزيشن اللي هي عملية اعادة تبلور. اعادة تبلور ايش؟ اعادة تبلور للجرينز او المعادن الموجودة في الصخر. والحرارة اما ان هي تزيد في حجم البلورات الموجودة في الصخر وتكون بلورات أكبر من نفس المعدن، أو إن هي تغير في المعدن الموجود في الصخر سبب في عملية الكريستالين إعادة تبلور لكن لمعدن ثاني جديد أكثر استقرار من المعدن السابق. شنو هي مصادر الحرارة اللي تسبب لي ميتامورفيزم؟ عندي مصدرين. المصدر الأول هو كونتاكت ميتامورفيزم، يعني التحول بالاتساق أو بالتواصل أو بالاتصال، التحول بالاتصال. يعني شو المقصود به؟ يعني إن هو أي صخر سواء ميتامورفيك إيجنياس أو سيدمنتري روكس يكون ملاصق لصخر أو ملاصق لحمم بركانية، فتنتقل الحرارة الموجودة هذه هي حتسبب في إيش؟ في زيادة درجة الحرارة في الصخر الملاصق له، وبالتالي حتصير في عملية إعادة تبلور. طبعا أي شيء ملاصق لشيء في درجة حرارة عالية حيتأثر، ومن ضمن الصخر لو درجة حرارة عالية جدا حيتأثر بها، أو جات درجة حرارة منخفضة ما تساهمش أي فاعلية لنصير فيه تغير للصخر، لكن في درجة حرارة تبدأ عندها عملية التحول. والأماكن اللي نجد فيها عملية كونتاكت ميتامورفيزم هي الأماكن اللي يكون فيها مانتل بلامز، اللي يطلع فيها المانتل بلامز، أو في الميد أوشانك ريدجز. قدنا نحن الميد أوشانك ريدجز وعرفنا شنو هي الموجودة في أعماق المحيطات. طبعا حتطلع مواد جديدة دائما في الميد أوشانك ريدج، فيكون فيه مواد منصهرة ودرجة حرارة عالية وحتأثر في الصخور المجاورة لها، وبالتالي تسبب في عملية إيش؟ تحول الصخور الملاصقة لها. طبعا نفس المواد عندنا في الصورة. طبعا هذه الصفيحة المحيطية غاطسة تحت الصفيحة القارية، وبعدين تبدأ في الدوبان بشكل تدريجي، وحتتصعد المواد المنصهرة الصهارة هذه حتطلع للأعلى مكونة إيش؟ مكونة بلامز، هي مانتل بلامز، والصهير هذه حيلاصق لصخور ثانية وحيسبب في عملية إيش؟ في عملية تحول للصخور الملاصقة لها. الشيء الثاني اللي هو جيوثيرمال جريدينت، درجة الحرارة. طبعا في زيادة في درجة الحرارة كل ما نزلنا تحت سطح الأرض، كل ما ننزل تحت سطح الأرض بمقدار كيلو درجة الحرارة حتزيد ما بين 20 إلى 30 درجة مئوية، يعني كل 1 كيلومتر ننزله تحت سطح الأرض حتزيد درجة الحرارة بمقداره ما بين 20 إلى 30 درجة مئوية. والسهم الموجود عندي في الصورة هذه يشير إلى تدرج في زيادة درجة الحرارة 300-600-800 إلى أن تصل إلى 1200 درجة مئوية عند النقطة عند تقريبا 100 كيلومتر تحت سطح الأرض. وبالتالي الصخور اللي تتحمل اللي البيئة متاعها مناسبة عند 900 مش هتتغير، لكن في صخور عند 1200 خلاص مش هتعتبر بيئة مخالفة لها ومش هتتحمل درجة حرارة هذه، فحتصير في عملية تحول للصخور. وفي صخور تتحول عند درجة حرارة 600، وفي صخور كل صخر والقابلية التحمل متاعها على حسب المعادن الموجودة في الصخر. العامل الثاني في عوامل التحول اللي هو الضغط. الضغط عندي نوعين من الضغط، عندي confining pressure وعندي differential pressure. طبعا confining pressure اللي هو متمثل في الصورة الأولى، الصورة رقم A، confining pressure ينتج من الحمل الموجود في الصخور العليا، يعني الصخور الموجودة في الأسفل متعرضة لوزن الصخور الموجود أعلى منها، وبالتالي حتتعرض لضغط في جميع الاتجاهات من الصخور الموجودة في الأعلى والصخور الموجودة في الأسفل،
لان ما عندهاش مهرب للصخور الموجوده في الاسفل حتى تمثل ساند لها، ضغط لها ماسك للصخور الموجوده في المنطقه دي، وبالتالي حتسبب في ايش؟ في ضغط الصخر في جميع الاتجاهات، وحتسبب في غلق الفراغات الموجوده ما بين حبيبات او ما بين المعادن حبيبات المعادن الموجوده في الصخر، وحتعطيني الصخر درجه عاليه من الانضغاط وكثافه اعلى، يعني حزيد في كثافه وانضغاطيه الصخر. طبعا حتى البرشر يسبب في عمليه اعاده تبلور للمعادن الى معدن اخرى، الى معادن اكثر ستيبل اكثر، وحتكون مضغوطه بشكل اكبر من المعدن الصلب. النوع الثاني هو differential stress او differential pressure. النوع هذا طبعا ينتج في الغالب في عمليه بناء الجبال نتيجة لتصادم لوحين قاريين أو لوح في الغالب لوحين قاريين ببعضهم أو لوح محيطي مع لوح قاري، يعني بشكل عام ينتج من عملية تصادم two plates مع بعضهم البعض. طبعا الفرق الواضح ما بين differential pressure والconfining pressure إن الconfining pressure ما غيرش في شكل الصخر، عبارة عن بس ينقص في حجم الصخر، أما differential pressure فهو يغير لي في شكل الصخر، يعني بعد ما كان هو شبه مربع هنيائي قاعد مستطيل، إضافة لأن طبقات كانت هنيائي أفقية وهنيائي قاعدة شو متعرجة، صار عملية فولدينج للطبقات. إذن نقدر نقول أن differential pressure يشوه الصخر بشكل كامل. وطبعا الضغط في differential pressure يكون في اتجاه واحد، يعني الضغط يكون أعلى في اتجاه واحد، والصخر حيقعد فولدد اللي هو الكلام اللي حكيناه توا انه يسبب في تشوه. الصخر طبعا حينقص في اتجاه واحد وحيزيد سمك بتاعه في اتجاه الاخر، يعني نقص اتجاه افقي وزاد في الاتجاه العمودي. طبعا الديفرنشال ستريس حينتج لي تشوهات اما بريتل ديفورميشن او داكتيل ديفورميشن. البريتل ديفورميشن حيسبب لي عملية fractures أو faulting، والductile deformation حيسبب عملية flow وelongate اللي هي عملية إيش الfolding. العامل الثالث عامل التحول هي chemically active fluids، هي المحاليل النشطة كيميائيا. محاليل نشطة كيميائيا هي أيونات ذائبة، هي أيونات ذائبة في المياه، وتسبب حاجة اسمها hydrothermal ميتامورفيزم. والهيدروثيرمال ميتامورفيزم هي hot chemically active mineral leading water interact with surrounding pre-existing rocks، يعني مياه ساخنة فيها محاليل كيميائية نشطة حايش حتسبب في عملية يعني تفاعل، أو المياه هذه حتتفاعل مع الصخور المحيطة بها وبالتالي حتتغير فيش في تركيب كيميائي انتها. وأغلب طبعاً المصد هيدروتيرما ميتافوزم يعني يحدث في مناطق فيها ضغط منخفض وحرارة منخفضة. شنو هي المصادر اللي تجيب لي الفلويز اللي هي الكيميكلي أكتف فلويز؟ أول حاجة اللي جراوند ووتر اللي هي تتحرك في البور سبيسز أوف سيدمنتري روكس بالفراغات الموجودة في الصخور الرصبية وفي التشققات الموجودة في الصخور. هيدريتد مينرالز زي الكلي والمايكا. الووتر فولاتايل فور ماجما اللي هي المياه المتطايرة من الصهير أو من المواد المصهرة. كيف إن التحول يحول لي الصخر؟ طبعا عرفنا أن التحول يسبب في عملية تغير في التركيب المعدني والكيميائي والنسيج. النسيج اللي هو يشمل إيش؟ يشمل الحجم والشكل وترتيب المعادن في الصخر. ففي عندنا في الميتامورفيك روكس مصطلح نسمه فيه فولييشن. الفولييشن هو اتجاه مميز للمعادن الموجودة في الصخر بشكل موازي أو شبه متوازي، وتنتج من أيش؟ تنتج من عملية differential stress أو differential pressure. عندي في الصورة الموجودة على اليمين، طبعا الموجودة الجزء الموجود على اليسار هذا قبل عملية التحول، صخر قبل عملية التحول، هذه صورة واقعية للصخر، وهنا دايجرام يوضح لي المعادن او الجرينز الموجوده في الصخر.
طبعا في بادئ الامر ان الجرينز هذه موجوده بشكل عشوائي، مترتبه بشكل عشوائي، وواضح في الصوره الاصليه للصخر اللي تحت ان المعادن مشتته في كل انواع الصخر. يعني نشوف البقعه البيضاء والبقعه السوداء يعني موزعه بشكل عشوائي. لما يتعرض الصخر هذه اللي ديفرنشال ستريس اللي هو ضغط في اتجاه واحد، يكون الضغط الاعلى يعني اقوى قوه الضغط تكون قويه في اتجاه واحد، فيسبب في عمليه اعاده ترتيب اللي هي arrangement of minerals، اعاده ترتيب للمعادن الموجوده في الصخر. فالمعادن تاخذ شكل مميز، كيف الطبق كيف الترتيب بشكل موازي او شبه متوازي لايش لاتجاه الضغط، عفوا عمودي على ايش على اتجاه الضغط. فلاحظ ان اصبحت المواد الداكنه اللي بالاسود واللي بالابيض شبه متعاقبه بشكل مميز. فهذه خاصيه سموا فيها فولييشن، وهي موجوده في الميتامورفيك روكس فقط. ولما نجي نحكي على الفولييشن، طبعا في التصنيف حتى متاع الميتامورفيك روكس نصنف فيها على اساس الفولييشن، في فولييتد روكس في نون فولييتد روكس. لكن الفولييشن عنده درجات، ويزيد كل ما يزيد درجة التحول. طبعا الدايجرام هذا يوضح لي original metamorphism change rock structures. أول شيء عندي صخر اسمه سليت، هو صخر من الصخور المتحولة، يكون فيه نسيج يسمو فيه سليتي كليفج. الصخر ذا لما يتحول يتعرض لحرارة وضغط حيتحول إلى صخر اسمه فيلايت، من ثم إلى شيست، ثم نايس، ثم نيجماتايت اللي هو آخر حاجة في درجة التحول. يعني من اللي صار نقدر نقوله لو جريد، أول اثنين هذه لو جريد، ثم الشست هذه تمثل لي انترميديت جريد، ثم نايس والنيجماتايت هذه تمثل لي إيش الهاي جريد. طبعا النسيج أو الفولييشن في بداية الأمر يكون يعني مش واضح بشكل ممكن نشوفه تحت الميكروسكوب أو أشياء كذا قبيل، لكن حيبدا يزيد تدريجيا، حيبدا يوضح عندي لغايه ما نقدر نشوف فيه بالعين المجرده. لما نوصل للشيستوس الشيستوسيتي تيكتشرز والباندينج تيكتشرز في النايس والميجماتايتس حيكون واضح بالعين، نقدر نشوفها واضح. طبعا الاسهم اللي تحت تشير الى زياده اتجاه التحول، درجه التحول من اللو جريد انترميديت جريد هاي جريد، ايضا زياده في حجم الحبيبات كل ما اتجهنا الى اليمين، ايضا زياده في كورسنس اوف الفولييشن في وضوح الخاصيه الفولييشن حتبدا تزيد كل ما اتجهنا الى اليمين، وذلك لان حجم الحبيبات حيزيد، راح تزيد مع شنو وضوح الفولييشن في اتجاه الهاي جريد. بروجريشن اوف الفولييشن هو نفس المثال السابق، لكن للتوضيح اكثر يعني ان التحول يبدا لما يتعرض الصخر لدرجة حرارة، فحيتحول إلى سليت، صخر اسمه سليت، من ثم إذا زاد درجة حرارة أكثر سليت هذا حيتحول إلى صخر اسمه فيلايت، مع زيادة درجة حرارة أيضا الفيلايت حيتحول إلى شيست، من ثم الشيست حيتحول إلى نايس، وبعد النايس حيجد عندي الميجماتايت اللي هو آخر صخر في صخور متحولة. بعد الميجماتايت ما عادش عندي صخر متحول، إذا تعرض لحرارة أثرت على الميجماتايت فحينصهر حيقعد صهير، من ثم يتبلور لينتج لي إيجنيس روكس. جيت أول الكلاسيفيكيشن أوف الميتامورفيك روكس، تصنيف الصخور المتحولة. عندي أول عمود على اليسار اللي هو الروك نيم اسم الصخر، ولاحظ عندي العمود اللي موجود فيه تكتشرز أو نسيج، لاحظ أن فيه فولييتد و weakly foliated و non foliated، يعني الصخور فيها foliation، صخور foliation اللي فيها موجود فيها بسيط، وصخور لا يوجد فيها foliation على الإطلاق. وطبعا هذه الصورة توضح درجة شكل النسيج. أيضا عندي grain size، حجم الحبيبات اللي موجود فيهن very fine fine medium على حسب حجم الحبيبات بالنسبة للصخر. بعض التعليقات إضافة إلى شن نوع البيرنت روكس قبل ما يصير عملية التحول، شو النوع البيرنت روك اللي كان قبل ما يتحول الصخر إلى سليت. فأول صخر كان شيل أو مادستون أو سلتستون، لما يتعرض لحرارة وضغط حيتحول إلى سليت. السليت
هيتحول الى فيلايت، هنجد مباشره امامه في البيرنت روك هو النكان سليت لما يتعرض للحراره. طبعا السهم ده يشير الى increasing of metamorphism، الى زياده التحول، الى زياده في درجات التحول، يعني زياده في درجه الحراره في هذا الاتجاه. ثم الشيست، ثم نايس، ثم ميجماتايت. بعدين نجي للويتلي فولييتد، عندي صخرين مايلونايت وميتا كونجلوميريت. طبعا مايلونايت ممكن يكون اي نوع من الصخور، ميتا كونجلوميريت حيكون بالغالب كوارتز ريتش كونجلوميريت. نجي بعدها للنون فولييتد، الصخور الغير متحوله، الصخور الغير التي لا يوجد بها فولييشن، لان ايش؟ لان الماربل، كوارتزايت، هورن بلند، هورن فيلز، انتاركتايت وفولت بريشا، عفوا انتراكايت وفولت بريشا. الماربل اللي هو الرخام، مقصود به الرخام. والماربل طبعا تركيب الصخر، التركيب الكيميائي بتاعه هو حجر جيري، صخر حجر جيري، لايمستون. لايمستون صار له عمليه ايش؟ عمليه تحول، فحيتحول الى ايش؟ فحيتحول الى رخام. الكوارتزايت هو ساندستون، هو كوارتز ساندستون. طبعا اهم شيء المهم عندي نعرف درجات التحول بالنسبه للفولييتد روكس، ونعرف تصنيف الصخر وين يقع، هل هو فولييتد، ويكلي فولييتد، او نون فولييتد روكس. طبعا زي ما حكينا ان الميتامورفيك روكس تصنف الى فولييتد ونون فولييتد روكس. طبعا ويكلي فولييتد هي تبع الفولييتد، لكن في اختلاف ما بين الفولييتد يعني درجه الفوليشن فيها واضحه، والويكلي فولييتد يعني درجه الفوليشن يعني ضعيفه نوعا ما. لكن بشكل عام الى نوعين، فولييتد ونون فولييتد. الفولييتد طبعا هي اللي يكون فيها اتجاه الفوليشن، النون فولييتد طبعا معلش عفوا النون فولييتد هي اللي ما يكونش فيها اتجاه مميز، والجرينز فيها هتكون نوع من الموزيك يعني متداخل مع بعضها، ما فيش اي اتجاه مميز لايش؟ للمعادن. وطبعا هذه زي الكوارتز وزي الكالسايت، لان الكالسايت لما تتحول اللي هي كالسيوم كربونيت حتحول الى ماربل، والكوارتز حيتحول الى صخر اسمه كوارتزايت. طبعا هذه صوره واقعيه للصخرين. الكوارتزايت هو كومبوزيت اوف فاينلي تو كورسلي كريستالاين كوارتز درايف فروم ذا ميتامورفيزم اوف كوارتز ساندستون فاريبل ان كالرز، يعني متفاوت في اللون. طبعا يتكون من بلورات كوارتز دقيقة إلى خشنة، نتيجة لعملية تحول لصخر ساندستون الغني بالكوارتز. الماربل أيضا تكون من finely to coarsely crystalline calcite or dolomite، نتيجة لعملية تحول صخر لايمستون أو دولستون. الفولييتد طبعا laminated structure in the metamorphic rocks resulting from parallel alignment of sheet-like minerals، هي شبيهة بالخاصية الموجودة في الماسكوفايت اللي تحدثنا في الخصائص المعادن، وعرفنا أن الماسكوفايت عنده في خاصية اسمها الكليفج، ويقدر ونقدر نفصله كشرائح، فهو شبيه بالخاصية هذه، ولكن طبعا مختلف نوعا ما عليه، لأن في الماسكوفايت نقدر بسهولة نقشره إلى شرائح شرائح، على العكس في الميتامورفوكس حتكون صلبة ومتماسكة ما تقدرش تفصلها بشكل كيف ما هو موجود عندي في الماسكوفايت. طبعا زي ما قلنا ان الفولييتد روكس هي سليت، فيلايت، شيست، نايس، ثم نيجماتايت. طبعا خاصية كل صخر موجودة تحتها بالصور، مش مطالب انك تحفظ كل الكلام هذه، لكن لابد انك تعرف شنو ترتيب الصخر في التحول، في درجات التحول، هل هو low grade، هل هو intermediate grade، او هو high grade. طبعا اخر صخر اللي هو الميجماتايت، ولاحظ ان الباندينج بتاع الفوليشن فيه واضح جدا جدا، لاحظ كيف تفاوت في الترتيب المعدني للبلورات بتاعه. هذا هو الفولييتد اللي نحكي عنه. هيك حنقولوا كملنا الميتامورفيك روكس، موضوعها بسيط،
وإن شاء الله بالتوفيق للجميع وتكون الصورة واضحة. السلام عليكم.